صباح جميل على عيونكم مشاهدينا متابعينا اينما كنتم وحياكم الله، وحلقه جديده من برنامجكم اليومي على الهواء مباشره نوافذ الحياه، وتحيه الى حسين اللامي وكل فريق عمل برنامج نوافذ الحياه. حلقه جديده واكيد مميزه بمعيتكم مشاهدينا متابعينا. اولى الفقرات هي فقره رسائل الحياه. الفقر هو عنوان هذه الفقره، والصبر على الفقر يعتبر واحد من مضامين الوجود الإنساني، واحد من مضامين الرقي الإنساني. الإنسان الله سبحانه وتعالى يبتليه أي يمتحنه بمجموعة ابتلاءات أو امتحانات في عالم الدنيا، فإذا اجتاز هذه الامتحانات بتفوق فبكل تأكيد سوف يكسب رضا الله سبحانه وتعالى ويسير بثبات على طريق الصلاح وعلى طريق الإيمان وعلى طريق الورع والزهد، وبالتالي لا يكون رهينا إلى وساوس الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء. أما إذا تذمر ولم يحصل على نتائج جيدة بهذا الابتلاء أو الامتحان اللي يمر به، فبكل تأكيد راح يكون متخبط في مجمل مفاصل حياته. يعتبر الفقر واحد من أهم الابتلاءات اللي الله سبحانه وتعالى يبتلي بها الإنسان. وقبال هذا نشوف أنه بعض الفقراء حقيقة ما يكترثون إلى حالة المشكلات اللي يواجهوها، ودائما يلهجون بالشكر والثناء لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكافئهم الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسبون، يرزقهم لربما الصحة، السلامة، العافية، هدوء البال. ولا ننسى حقيقة الحديث القدسي عن القناعة، أنه الإنسان إذا اقتنع بما قسمه الله سبحانه وتعالى فبكل تأكيد راح يكون مرتاح البال. عبدي إن قنعت بما قسمته لك أرحت بالك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم تقنع بما قسمته لك لأجعلنك تركض ركض الوحوش في البراري، ولأسلطن عليك الدنيا وكنت عندي مذموما. إذا الإنسان إذا ما اقتنع باللي الله سبحانه وتعالى قسم إليه بكل تأكيد راح يكون مذموم عند الله سبحانه وتعالى. ما أريد أفسد عليكم مشاهدين متابعين متعة المحاورة الافتراضية اللي جرت بين الحكيم وبين الشخص الفقير حول الصبر على الفقر. خلينا نتابع. محاورة بين رجل حكيم وشخص يعاني الفقر. الحكيم: ما لي أراك شاحب الوجه متذمرا ومتعكر المزاج يا صديقي. الرجل: لقد ضاقت بي الدنيا حتى صار الفقر يخنقني ولا أعرف ماذا أفعل كي أسد نفقات العيال وأوفر لهم أدنى مستويات العيش. الحكيم: اصبر ما استطعت فإن مع العسر يسرا. الرجل: لا أطيق صبرا فالتفكير صار يأخذ مني مأخذه في الليل والنهار، وصرت لا أقوى على رد وساوس نفسي الأمارة بالسوء في أن أتبع طرقا ملتوية في كسب المال. الحكيم: احذر أن تقع في شراك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء، فكل شيء زائل زائف في هذه الدنيا، فلا تجعل الدنيا غاية همك وتوكل على الله، ولا تضيع أجر صبرك بهذا القول. أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله حيث روي عنه أنه قال: يا معشر الفقراء، أعطوا الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم، فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم. واعلم أن الغنى الحقيقي هو أن يغنيك الله عن خلقه من اللئام، وهذا لا يكون إلا من خلال التقرب إلى الله والصبر. فلقد روي أنه دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام فقال له: أصلحك الله، إني رجل منقطع إليكم بمودتي، وقد أصابتني حاجة شديدة،
وقد تقربت بذلك إلى أهل بيتي وقومي، فلم يزدني بذلك منهم إلا بعدا. قال: فما آتاك الله خير مما أخذ منك. قال: جعلت فداك، ادعو الله يغنيني عن خلقه. قال عليه السلام: إن الله قسم رزق من شاء على يدي من شاء، ولكن أسأل الله أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لئام خلقه. واعلم يا صديقي العزيز أن الفقر هو ليس الفقر من الدينار أو الدرهم، إنما الفقر الحقيقي هو من كان يفتقر إلى دينه ويسعى إلى محاربة نفسه تجنبا لغضب الخالق جل وعلا. أما سمعت قول إمامنا الصادق عليه السلام حيث قال: الفقر الموت الأحمر. فقيل له: الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال: لا، ولكن من الدين. والمفلس الحقيقي في الآخرة هو من يتجاوز على حقوق الآخرين ويعمل على أذى الغير، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله حيث روي عنه أنه قال: أتدرون ما المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام إن فقراء المؤمنين يتقلبون في رياض الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. ثم قال: سأضرب لك مثل ذلك، إنما مثل ذلك مثل سفينتين مر بهما على عاشر، فنظر في إحداهما فلم ير فيها شيئا فقال: أسربوها. ونظر في الأخرى فإذا هي موقرة فقال: احبسوها. الرجل: أحسنت أيها الرجل الحكيم، فلقد هدأت من روعي وذكرتني بأمور كان علي أن أدعها نصب عيني تحسبا لعدم الإيقاع بشراك النفس الأمارة بالسوء، وسأكون إن شاء الله من الصابرين بعد أن أفوض أمري إلى الله جل وعلا. أعان الله كل صابر محتسب وهو فقير، أعان الله كل فقير حقيقة يواجه مشاكل جمة، خصوصا على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو الأسري. مبدأ التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف الإنسان يفوض أموره جميعها إلى الله سبحانه وتعالى، هي حقيقة حالة رقي بالنفس، حالة رقي بالروح وبالعقل، وحالة تسامي ورقي إنساني متكامل. المفلس اللي أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو ليس الشخص الذي يكثر من العبادة والصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يهمل بالقبال هذا حقوق الناس ويبخس حقوقهم. وللأسف يعني البعض من الأشخاص ما يدركون أهمية كيفية التعاطي مع الناس والمجتمع، وكيف يكون عنصر فاعل في مجتمعه ومتفاعل في مجمل قضايا. المفلس اللي أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله هو بما مضمون الرواية اللي عرضناها على حضراتكم ضمن الأحاديث المروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو اللي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وعبادة وغيرها، وبالمقابل
يأتي ويشتم هذا ويغتصب حق هذا ويأكل حق هذا ولا يراعي الله سبحانه وتعالى في خلقه. تكامل الدين بالعبادات والمعاملات، هذه القاعدتين الأساسيتين حقيقة اللي يجب أن يدركهن الإنسان. يعني شنو الفائدة من صلاتي وصيامي وزكاتي وخمسي وعبادتي وأنا بالمقابل أكل حق الناس وأكتسب الأموال بطرق غير مشروعة، أخلاقي مو سوية مع الآخرين، مكروه مذموم، ما متفاعل مع مجتمعي، أفكر بأنانية. هاي الأمور كلها يجب أنه نخليها نصب أعيننا مشاهدينا ونذكر نفسنا بها دائما. أولى المضامين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن أكون طاهر من الداخل، أن أكون نظيف من الداخل، أن أتعامل بصدق نية مع الله وعباد الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور اللي أكدون عليها أهل البيت، كيف أنه الإنسان يسمو ويرتقي بنفسه وبحاله وبسلوكياته إلى أن يتعامل مع الآخرين وفق الأخلاق الإلهية اللي كان يتعامل بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا احنا نأكد أنه دائما نشوف أشخاص فقراء حقيقة ما يمتلكون قوت يومهم، مو فقراء بل مساكين. والمسكين بحكم المنظور الإسلامي هو الذي لا يمتلك قوت يومه، فبالمقابل نشوفهم مرتاحي البال، سعداء، راضين ومقتنعين بما أو قنوعين بما قسمه الله سبحانه وتعالى لهم، فدائما يحمدون الله سبحانه وتعالى وبالتالي عايشين مرتاحين. أكو فد مثل دارج دائما يلهج على لسان الفقراء، يقولون المفلس بالقافلة أمين، أي مرتاح البال. كثير من الأشخاص من أصحاب الأموال للأسف يكون قلق مشوش على ماله، على كيف أنه يكثر، على تجارته، على بضاعته، على فيعيش حالة من الاضطراب النفسي حقيقة. أما الفقير اللي يطلع على باب الله سبحانه وتعالى ويكسب رزقه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، نشوف أنه هذه الدراهم والدنانير المعدودة اللي يكسبها من تعبه وعرق جبينه ويأتي بلقمة عيش إلى عياله إلى أطفاله إلى زوجته، نشوف بالمقابل أنه يقدمها ومعها كل الود والحب والراحة والطمأنينة والسلام والأمان، حتى يكون طعمها مختلف حقيقة، لأنه جاءت من عرق الجبين ومن تعب ومن كد. فعلى الفقير أنه يصبر، الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان فلا يضجر الإنسان ويتذمر على الواقع اللي يعيشه. كثير من عندنا نواجه مشكلات حياتية في مسرح الحياة، فعلينا أنه ننظر إلى الجوانب الإيجابية وما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالجوانب الأخرى، لا نكون محدودي الأفق والنظرة في الحياة وبالتالي نكون مستسلمين إلى أبسط مشكلة لربما تواجهنا في حياتنا. كان حديث يوم أمس عن التفاؤل وكيفية مواجهة المشكلات وتحدي المشكلات. واحدة لربما من أهم المشكلات هي الواقع المعاشي اللي يعيشه البعض. طبعا كثير من شبابنا اليوم، وإحنا نأكد على الشباب على اعتبار أنه يعيشون مرحلة صراع مع في بناء المستقبل، يريد يثبت وجوده، يريد يثبت ذاته. فالشاب اليوم هسه مو فقط في العراق وإنما في مجمل بلداننا العربية والإسلامية يواجه الكثير من التحديات. واحدة من التحديات اللي يواجهها واللي يعيش من خلالها حالة صراع وقلق هو جهل المستقبل. يقول لك أنا ما عندي مستقبل، ماكو فد وسائل ومستلزمات تأهني من أنه أكون مطمئن على مستقبلي. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول النفس إن أحرزت قوتها اطمأنت. فالإنسان إذا ضمن مستقبله فيما يخص الاستقرار المادي، الاستقرار العائلي، الاستقرار الاجتماعي، مجموعة الاستقرارات، فبكل تأكيد يكون مضطرب.
فخصوصا لقمة العيش تحديدا اللي طبعا يخاف من خلالها الإنسان أن يقع في فخ الفقر والعازة والفاقة. فالشاب يقول لك أنا اليوم أجهل مستقبلي نتيجة جملة التحديات اللي تواجهني، وأهم هذه التحديات أنه ما أمتلك المستلزمات الكافية حتى أنتشل نفسي وأنتشل حالي من الواقع اللي أنا عايش به. نقول له من حقك أنه أنت تفتقر إلى الكثير من الأمور، لكن اسعى سعيك وكون مجتهد قدر المستطاع قدر المستطاع، بالتالي الله سبحانه وتعالى راح يكافئك، خصوصا الشباب راح يكافئك على صبرك على تحملك على استثمارك الصحيح لهذه الطاقة اللي الله سبحانه وتعالى منحها لك. صح راح تواجه مشكلات لربما في بداية المشوار. أنا قبل فترة التقيت حقيقة بأحد الشباب، هذا الشاب كان محبط جدا، ما عنده حاضر ولا عنده مستقبل. فتحدثت معه، طبعا لا يمتلك شهادة، أهله وأسرته ما يمتلكون الثقافة الكافية حتى يتعاملون معه تعامل صحيح وتربية سليمة. البيئة اللي يعيش بها بيئة غير جيدة غير صالحة، يعني أقرانه من الأصدقاء كلهم بحسب كلامه أصدقاء سوء، دائما يدعون هذا الشاب إلى الأمور غير الجيدة ويعلموه سلوكيات غير سوية. فشاب محبط بمعنى الكلمة. فبديت أبحث معاه عن هواياته البسيطة هذه، ماكو إنسان ما عنده هوايات وماكو إنسان ما يحب بعض الأمور. فقال أني أستاذ أحب مهنة التصوير، التصوير الفوتوغرافي. قلت له جيد، تفضل هذه كاميرا وأطلع صور، وممكن أنه تشترك بدورات خاصة بالتصوير حتى تنمي قدراتك في مجال التصوير. فشفت هذا الشاب تفاعل حقيقة. أنا كل اللي سويته حقيقة من خلال حديثي وياه وقعت على العلة، حاولت أنه أشغله بشيء هو يحبه ويحب أنه يمارسه وشيء إيجابي، وبالتالي فجرت الطاقة المكمونة في داخله، يعني حددت له مسار هذه الطاقة كيف يستثمرها. فقال أنا ما أمتلك حتى الأدوات اللي تساعدني من دخول دورة أو شراء كاميرا، أو يعني شلون ممكن أنه أحصل على هذه الأمور حتى. المهم مجموعة من الخيرين وقفنا وياه ساعدناه، دخل دورة في مجال التصوير، دخل دورة أخرى طور إمكانياته، دورة محترفة، أصبح مصور. وخلال مدة أو فترة بسيطة ما تتعدى 6 أشهر أصبح محترف، وبالتالي قام يدر عليه رزق حلال. وهذا الشاب بعدها بدأ يفكر أنه شلون يكون مستقبله، شلون يأسس أسرة، وفعلا تزوج وكون أسرة وأصبح إلى مردود ودخل مادي. طبعا مثل ما ذكرت أنه ما يمتلك شيء كان هذا الشاب، حتى البيئة الصالحة الأسرية كان يفتقر لها، لأنه يعني كانت بيئة غير صالحة بمعنى الكلمة. هسه ما أريد أدخل بالتفاصيل وأقول شلون مو صالحة. فالشاب عنده رصيد، عنده مخزون، هذا المخزون يتمحور في الطاقة اللي هو يمتلكها، الصحة والعافية وتمام الخلقة. فبمقدورة أنه كل شيء يعمل. إحنا يمكن أجيالنا في وقتنا عندما كنا في مقتبل العمر، يعني عمر العشرينات، كانت الظروف اللي تواجهنا ظروف صعبة جدا، حكم طاغي، قلق من المستقبل، فعلا كنا نجهل مستقبلنا لأنه ماكو، كانت أكو حالة ضبابية نعيشها. فكان حالة القلق مرافقنا دائما، ما عدنا أمان على أنفسنا خصوصا كشباب يعني. لكن مع هذا تحدينا واستثمرنا طاقاتنا سواء بالجانب العلمي أو العملي، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إلى بفضل الله سبحانه وتعالى وأنفاس أهل البيت والنية الخالصة لانتشال أنفسنا لانتشال حالنا. إذن حتى الفقير الله سبحانه وتعالى يعطيه جملة فرص، لأنه الله هو العادل، الله هو
الرحمن الرحيم الذي ينظر إلى عباده بعين واحدة. حاشاه رب العالمين أو الذات الإلهية أن يفرق بين عبد وآخر، فكل عبادة يعطيهم فرص. فإذا كان العبد حقيقة يستثمر هذه الفرص من خلال، طبعا هي المنظور الخارجي منظور مادي، فرصة مادية، لكن بالمنظور الداخلي والمنظور الغيبي هو يريد يشوف هذا الإنسان عند تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عندما يعطيه فرصة ويستثمر هذه الفرصة، يستثمر هذه الفرصة استثمار صحيح من خلال شعوره بجوع الفقير، تفاعله مع المجتمع، لو يصير عنده طمع وحالة أنانية وحالة تفكير بالنفس والإطار الضيق اللي لا يتعدى محيط الأسرة ويقول لك ما لي علاقة بغيري، أو هذه الأموال أو هذا الرزق اللي ينطيه إياه كيف يستثمره، بالحلال أو بالحرام. فبعدها الله سبحانه وتعالى يعاقبه في عالم الدنيا، يمنع عنه هذه الفرصة اللي منحها إلى في بداية الأمر. إذن الله سبحانه وتعالى يعطي الفرص إلى كل الناس، لكن بالمقابل كيف يستثمروها. إذن نرجع إلى موضوع الصبر على الفقر، يعتبر واحد من أهم الابتلاءات اللي على الإنسان أنه يتخطاها ويتجاوزها ولا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى. يمكن تحدثت وأسهبت بهذا الموضوع مشاهدينا متابعينا، لكن موضوع مهم جدا ويستحق أنه نتوقف عنده، هو الصبر على الفقر. مشاهدينا متابعينا، ما زلنا متواصلين معاكم وفقرات برنامجنا الصباحي نوافذ الحياة. عندنا شاب حقيقة ناشط مدني، هذا الشاب تأثر بالنهضة الحسينية ومضامين النهضة الحسينية، وحقيقة أنا دائما عندما أركز على الشباب المتطوعين، الشباب اللي دائما يقدمون خدمات إلى مجتمعهم من دون مقابل مادي، أقول هذول الشباب هم الذين فهموا نداء النصر للإمام الحسين عليه السلام عندما قال أما من ناصر ينصرنا. فنصروا الإمام الحسين عليه السلام بحالة الإيثار وحالة التضحية من أجل الآخرين وحالة نكران الذات. خلينا نشوف الشاب بطل فقرتنا، علمني الحسين عليه السلام، الشاب حسين هادي عبد اللطيف، شنو قام من أعمال تطوعية خدم بها مجتمع. خلينا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أزكى الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أقدم نفسي الاسم حسن هادي عبد اللطيف العوادي، محافظة ديقار قضاء الشطرة، مواليد 98، تحصيلي الدراسي تربية أساسية قسم رياضيات جامعة الكوفة. بدأت في الأعمال التطوعية والثقافية والخيرية سنة 2014، كان أول عمل لي هو مجلس عزاء ليلة العاشر من محرم الحرام. من بعد هذا العمل انضميت إلى تجمع شباب المعرفة سنة 2014، كان اشتغلنا كثير من النشاطات الثقافية والخيرية والتطوعية في كثير من المناسبات، ومن ضمن الأعمال التطوعية في العتبات المقدسة في أيام الأربعينية. من بعدها كونت تجمع شباب صناع الأمل سنة 2019، تجمع شباب صناع الأمل أهدافه هو تنمية ذات الشباب ونشر الثقافة القرآنية ونشر ثقافة أهل البيت ونشاطات ثقافية وتطوعية وخيرية. نظمنا الكثير من النشاطات في تجمع شباب صناع الأمل، من ضمنهم البرنامج الفاطمي لمدة 3 أيام لمدة سنتين على التوالي. من بعدها اشتغلنا كثير من الدورات التنمية البشرية والدورات القرآن، والحمد لله والشكر التجمع صناع الأمل يستمر بدعم الذاتي إلى أن كوننا الكثير من الأعمال التطوعية خلال سن من سنة 2019 إلى هذا اليوم. هي
هذه السعادة الحقيقية اللي يستشعرها الإنسان عندما يكون فاعل في مجتمعه ويقدم كل الخير إلى مجتمعه، يسعى على إسعاد الناس وراحة الناس وتوفير احتياجات الناس والمحيطين به. حالة نكران الذات عند البعض حقيقة هي واحدة من أهم مضامين السعادة. شكرا لك يا حسين هادي عبد اللطيف وكل الشباب حقيقة اللي يسعون على تقديم ما بوسعهم إلى إسعاد مجتمعهم وبناء مجتمعهم بناء صحيح، وبارك الله بكل الجهود اللي تبذلوها من أجل بناء أنفسكم وبناء مجتمعكم. مشاهدينا متابعينا، موضوع صورتنا لهذا اليوم في فقرة نسائم العقيدة مهم جدا، يحمل كثير من المضامين. واحدة من أهم هذه المضامين حالة الرقي بالنفس وحالة غنى النفس. خلينا نشوف هذه المرأة اللي استحبت طفلها معاها ووضعتها بصندوق مو بعربة حتى يسهل مسيرها. وضعت ابنها بصندوق وسحبت هذا الصندوق معاها طوال مسيرها في طريق العشق. خلينا نشوف هذه الصورة وما تحمل من مضامين جمالية لزوار وخدمة الإمام الحسين عليه السلام. مثل ما نشاهد متابعينا كيف هذه المرأة تسحب هذا الطفل وتضع أو تصنع له أريكة حتى يرتاح بها، وتسحب هذا الطفل على طريق الزائرين متوجهة سيرا على الأقدام لزيارة مرقد مولانا الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة أنا طبعا دائما أؤكد أقول سلمت أيادي المصورين اللي دائما يقتنصون هذه اللقطات خلال طريق المشاية وخلال زيارة الأربعين. حقيقة كل صورة يلتقطوها بها معاني كثيرة ورسائل كثيرة. لو نركز على هذه الصورة من كافة الزوايا كافة الأركان نشوف براءة الطفل لقاء عناء الأم وصعوبة المسير لهذه الأم، وكأنه تريد أن توجه رسالة إلى الإمام الحسين وإلى الثكالى وإلى السبايا، توجه رسالة إلى جبل الصبر زينب صلوات الله وسلامه عليها، وتقول لها أنت يا مولاتي ضحيت بكل ما تملكين وقاسيت ما قاسيت من عناء الطريق وعناء الواقعة وعناء الحزن وعناء مقتل الأحبة أمام عينيك وقبال هذا، أني أعمل هذا الشيء البسيط وأجاهد نفسي وأقاسي ما أقاسيه بهذا الطريق حتى أشعر ولو نقطة في بحر من معاناتك يا زينب، من معاناة السبايا، من معاناة النساء اللي رافقا هذه القافلة، قافلة العشق، قافلة الإمام الحسين عليه السلام. فضلا عن رسائل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومثل ما ذكرت في بداية حديثي أول هذه المضامين غنى النفس وتسامي الروح. حي الله هذه المرأة الزينبية الفاطمية، وحي الله طفلها، وحي الله كل الخدام وكل الزوار حقيقة اللي يبعثون برسائل بعفوية إلى كل العالم تحمل مضامين العشق والانصهار بهذا العشق للإمام الحسين عليه السلام. مشاهدينا متابعينا، وصلنا وياكم إلى محطتنا الرابعة وهي فقرة تمكين، فقرة النصائح التنموية والتربوية اللي يلقيها علينا جناب الدكتور ضيف البرنامج الدائم الدكتور ماهر حميد مجيد. خلينا نتابع بعدها مباشرة، راح ننتقل أني وحبيبي وزميلي علي المعملتي وفريق العمل إلى استوديو المسابقات. ابقوا ويانا.
حياكم الله واهلا وسهلا بكم. اليوم رسالتنا اللي اريد اتكلم بيها عن شيء نسميه التناغم الكوني. شنو يعني التناغم الكوني؟ شلون نتناغم ويا هذا الكون الذي هو متناغم في كل تفاصيله وفي كل دقائقه وبشكل عجيب. الله سبحانه وتعالى خلق بتناغم عظيم. الشمس متناغمة مع القمر في حركتهم، ومع الأرض ومع بقية الكواكب داخل الكوكب الواحد داخل أرضنا الكبيرة. السماء متناغمة مع الأرض، الأرض متناغم مع النبات، النبات متناغم مع الحيوان، وهكذا. كل شيء موجود في هذا الكون متناغم، لكن إحنا أحيانا ما نتناغم وياه. وبالتالي بعض الناس شو يسوي؟ يروح يوعز عدم نجاحه، يوعز كآبته، يوعز ضوجته بهاي الحياة إلى أنه حظ سيء، ولا كثير من هذه الأفكار السلبية. في الحقيقة احنا نحتاج أن نتناغم مع هذا الكون، سنجد أن الكون كله متناغم معنا. هو شنو يعني التناغم؟ التناغم أنه يطلقوه على جماعة الموسيقى، الفرق الموسيقية، لما كل واحد داخل الفرقة الموسيقية بحسب اختلاف آلته يعزف بطريقة أو بنغم يتناسق مع نغم صاحبه، بالتالي يطلع نغم حلو. كيف نعزم على نغم واحد متناسق مع الجميع؟ هذا ما نحتاجه، نحتاج أن نتناغم به مع الكون. زين، شلون نتناغم مع الكون؟ الوسيلة، الأساس والأهم للتناغم هي الحب. لذلك يقول لك شخص متناغم مع فلان، شنو معناها؟ معناه يحبه، هنالك علاقة حب فيما بينهم. إحنا الآن نحتاج أن نتناغم مع الكون، نحبه، نحب هذه الحياة، نحب سمائها، نحب أرضها، نحب نباتها، نحب جوها. وبالتالي سنجد أن كل ما في هذا الكون سيكون مسخر لنا ويحبنا ويمشي ويانا. سيكون المي في خدمتنا، ويكون الهواء في خدمتنا، ويكون الحر اللي احنا نضوج منه بالصيف راح يكون في خدمتنا، والبرد اللي احنا ننزعج منه بالشتاء راح يكون في خدمتنا، الأشجار راح تكون في خدمتنا، كل شيء في هذا الكون سيكون في خدمتنا. الناس نفسها راح نحسها أنه في خدمتنا، مجتمعنا عندما نتناغم. نحتاج أن نتناغم مع هذا الكون بكل تفاصيله وبكل دقائقه، وبالتالي سنجد أن في أنفسنا طاقة كبيرة، وسنجد أنه الله سبحانه وتعالى فعلا سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وبالتالي سنستفيد من هذا التسخير ولن نكون عكسه. فبحيث أنه دائما ضايجين، دائما احنا منزعجين، يجي الحر ننزعج، يجي البرد ينزعج، نضوج من كل شيء موجود في هذه الحياة، وبالتالي هذا طبعا راح ينعكس سلبا على حياتنا. يعني هذا لما احنا ما نتناغم وياها الحياة، راح هي الحياة ايضا تدير ظهرها لنا. وانا ما اقصد بالحياة هي كحياة دنيا، وانما اقصد ككون بكل تفاصيله بكل ما مخلوق فيه. احنا نحتاج ان نتناغم مع هذا الكون حتى الكون يعطينا من نفسه، وبالتالي نعيش حياة جميلة مريحة راضية فيها قناعة كبيرة، وليست حياة هي دائما فيها احنا نوعزها الى الحظ السيء والفال السيء والطالع السيء. واقول هذه الافكار اللي هي حقيقة لا اساس لها من الصحة. اتمنى لكم تناغم جيد مع هذا الكون، وان شاء الله تكون حياتكم مفتوحة وطريقكم مفتوح دائما. شكرا جزيلا لكم. شكرا للجميل بكل شيء جناب الدكتور ماهر حميد مجيد على هذه النصائح اللي تقدمها لنا، يا حياك الله. مشاهدينا متابعينا، وصلنا وياكم الى الفقره التفاعليه، فقره المسابقات اللي من خلالها نطرح عليكم ارقام الهواتف واسئلتنا الخاصه باهل البيت عليهم السلام. واسئلتنا اكيد سهله، وانا دائما احرص على مساعدتكم، فلا تقلقون، اتصلوا بنا على ارقام الهواتف الظاهره اسفل الشاشه حتى نكون متواصلين معاكم، ونفرح حقيقه ونسعد بسماع اصواتكم والتفاعل معاكم. وراح اشتغل بالقلم واستقبل الاتصالات. ويانا اول اتصال من بنين من بابل. السلام عليكم يا بنين. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم استاذ محمد، شلون حالك؟ حياكم الله وبياكم اخت بنين، مية هلا بيكم. تحياتنا لاهل الحله كلهم ولهالكربلاء طيبين. الله يبارك بيكم، احنا دائما ما ننساكم من الزياره والدعاء، انتم وكل الساده المشاهدين ومتابعي برنامج نوافذ الحياه يا بنين. الله يخليكم، ما تقصرون ما تقصرون. الله يبارك بيكم. يلا بنين، جاهزه للسؤال؟ لا عندي مشاركه. يلا خلينا نسمع المشاركه. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. علي علي الوصفه جبل، الجبل دي صعدات. نعم علي. لك يا ابو الحسن. علي دي معقود المصير، هو اول مو اخير. علي دي معقود المصير، هو اول مو اخير.
علي، علي زوجتهم فاطمة خاتمة القرآن، علي، علي زوجتهم والبنين قاضية الحاجات، علي، علي ابنه العباس راعب القادات، علي، علي نجد طالع باب خيبر كافل الأيتام، علي، علي ابنه الحسين سيد الشبان، علي، علي بنت زينب كافلة الأرامل والأيتام، علي، علي مجد بسمة هتف شمس دبت عن نجف، علي، علي المجد بسمة هتف شمس دبت عن نجف، علي، علي مو بس طالع باب خيبر كافل الأيتام، علي، علي انجد يا علي كل شدة محلولة، انجد يا علي كل شدة محلولة. أحسنتي، طيب الله أنفاسك والنعم من أبو الحسنين، وإن شاء الله كلنا بانتظار يوم 13 رجب وهو إحياء ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأكيد راح نحتفل، وخصوصا إحنا مقبلين أيضا على ولادة الزهراء عليه السلام يا بنين. بارك الله بيك. مبارك لكم هاي القصيدة عن كافتها. الله يبارك بكم. يلا بنين جاهزة للسؤال؟ نعم جاهزة. يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بيك يا بنين، لأنه اتصالات كثيرة عندنا. السؤال يقول كم عاش الإمام علي عليه السلام مع الرسول صلى الله عليه وآله قبل النبوة؟ 12 سنة، 15 سنة، أم 14 سنة؟ جيد عاش وياه قبل النبوة؟ 12 سنة لو 15 سنة لو 14 سنة؟ 12 سنة. 12 سنة؟ ما أعرف. نعم. ثبتين؟ ثبت. يلا ثبت. يعني الواثق من نفسه واثق، يعني ما يحتاج مساعدة ولا يحتاج أي شيء. شكرا لك يا بنين، ودخلت ويانا للقرعة وحياك الله. نعم، اتصال آخر مشاهدينا. فاطمة من بغداد، السلام عليكم يا فاطمة. وعليكم السلام. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد. وعليكم السلام والرحمة والإكرام أخت فاطمة، تحياتنا لحضرتك ولكل أهلنا بالعاصمة. الله يحييك ويخليك، تحيات الكل كادر قناة الإمام الحسين عليه السلام. تحيات الكادر وخدام الإمام الحسين لحضرتك يا أخت فاطمة، بارك الله بيك. يلا فاطمة جاهزة للسؤال؟ أول شيء عندي طلب يمكن. نعم تفضلي تفضلي، في خدمتكم إن شاء الله. خادم الإمام الحسين عليه السلام، أطلب منكم تدعوا لي تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام، لأن الحاجة يعني ما أصل الدعاء يا الله بحق الإمام الحسين عليكم. أكيد كل فريق العمل في مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية راح يدعو لك يا أخت فاطمة، وكل السادة المشاهدين ومن يتابعنا في هذه القناة الموقرة إن شاء الله راح ندعي لك، وأنا عن نفسي إن شاء الله وعد راح أدعي لك تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام، بمجرد إن شاء الله ما أطلع من البرنامج بخير وسلامة، راح أدعي لك تحت قبة الإمام الحسين بالصحة والسلامة والشفاء وقضاء الحوائج بشكل عام يا أخت فاطمة. اللهم آمين. الله يحفظكم. الله يبارك محمد محمد. تأمرون تأمرون، حقكم علينا يا فاطمة، بارك الله بيك. والله احنا لو ما قناة الإمام الحسين ما نعرف شو سوانا، يعني إذا حتى لو باليوم 5 دقائق كون أتابعها. الله يبارك بيك، هذا شرف إلنا، وأكيد احنا كل حرصنا أنه نتواصل معاكم ونرضيكم كجمهور واعي ومثقف وملتزم يا أخت فاطمة، بارك الله بيك. وهذا كله مع فقد البصر، يعني أنا فاقد البصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد بصيرة بقلبك وبروحك وبانتمائك لمدرسة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أحسنت يا فاطمة. نعم الله. الله يبارك بيك. يلا فاطمة جاهزة للسؤال؟ بلى جاهزة. خلي أقرأ على حضرتك السؤال يا فاطمة. سؤالك يقول كم عاش الإمام علي عليه السلام مع الرسول بعد النبوة؟ كان السؤال اللي قبل النبوة، الآن بعد النبوة. 13 سنة، 16 سنة، أم 17 سنة؟ إيش قد عاش الإمام علي مع الرسول بعد النبوة؟ 13 سنة لو 16 سنة لو 17 سنة؟ 17 سنة؟ ما أعرف، خلي نشوف حسين اللامي شو يقول. زين راح احذف لك اجابه من الاجابتين. لا انا مر علي الاسئله الدينيه كلها، بس انا مربت يعني. يلا ماكو مشكله، هسه انا وياك ان شاء الله راح اوخر لك 17 سنه، يبقى عندنا 13 سنه لو 16 سنه. اقول هذا قولي 13. يلا يلا 13، ثبتي على 13. يلا انت صاحبة حاجة وان شاء الله جواب صحيح 13 سنة، واكراما لفاطمة الزهراء سلام الله عليها ساعدناش بهذه المساعدة يا
فاطمه تستاهلين. دخلت ويانا القرعه يا فاطمه. طبعا اتصالات كثيره. اتصال اخر مشاهدينا. زهراء من البصره، السلام عليكم يا زهراء. وعليكم السلام ورحمه الله، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه والاكرام يا زهراء، مية هلا بيك. الله يحفظك. الله يبارك. عندي كلمات على الامام علي قصيره. يلا قصيره، يلا خلينا نسمع. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سألنا ناصب بمجلس، عندي مسألة محيرة. علش دعوة تقصدون وليش الشيعة تقصدي؟ كنا نسمع إذا فعلا تريد العدل والدورة، وإذا أنت صحيح تريد دورك تبصرة، وإذا أنت صحيح تريد تندد دورك تبصرة. راح أنقل إلك أخبار ربعك وانت روح اقرأ. اسمعك أنت بحياتك هاي وحدة تحسب المطرة، كم قطرة مطر للقاع طاحت روت البذرة. منين أدخل أبو الحسنين كل بيبانهم حيرة. الله. نين أدخل أبو الحسنين كل بيبانهم حيرة. أحسنت يا زهراء، لكن دائما احنا نأكد على أنه هذه القصائد لمن، من يكتبها حتى ما نبخس حقوق الكاتب. هاي أبوي كتبها. أبوك الله يحفظ والدك. نعم. إن شاء الله. أكيد خادم الإمام الحسين يعني. الله يحفظه إن شاء الله، الله يحفظه ويديمه إليك ويديمه خيمة عليكم يا زهراء. يلا زهراء، خلي أسألك السؤال الخاص بيك يا زهراء. سؤالك يقول: من هو الذي آخاه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالمؤاخاة؟ جعفر الطيار عليه السلام، الإمام علي عليه السلام، أم عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه؟ سؤال سهل جدا. نعم، بس السؤال أودي. السؤال: من هو الذي آخاه الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ هل هو جعفر الطيار عليه السلام، أم الإمام علي عليه السلام، أم عمار بن ياسر؟ الثبتين إن شاء الله. شو ما واثقة من إجابتك يا زهراء؟ لا، الإمام علي إن شاء الله. الإمام علي إن شاء الله. خلينا نشوف الجواب الصحيح. نعم، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو اللي آخاه الرسول صلى الله عليه وآله. أحسنت يا زهراء ودخلت ويانا للقرعة. نعم، اتصال آخر. يلا اتصال آخر. أم ياسر من الناصرية، السلام عليكم يا أم ياسر. عليكم السلام، حياكم الله يا أم ياسر، مية هلا بيكم. الله يسلمك، رحم الله والديك. الله يبارك بكم يا أم ياسر، تحياتنا لحضرتك ولكل أهلنا بالناصرية. تسلم، رحم الله والديك. سين اللام ياكم مديم، إي عافية طين المديم. أم ياسر جاهزة للسؤال؟ إن شاء الله. يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بيك يا أم ياسر. سؤالك يقول: من الذي عوضه الله سبحانه وتعالى بجناحين في الجنة بعد شهادته؟ الحمزة عم النبي، سليمان المحمدي، أم جعفر بن أبي طالب؟ جعفر بن أبي طالب. عيد الإجابة. جعفر بن أبي طالب. خلينا نشوف الجواب الصحيح. نعم، جعفر الطيار عليه السلام، أخو الإمام علي عليه السلام. أحسنتي إجابتي السريعة وموفقة يا أم ياسر، بارك الله بيك ودخلتي ويانا للقرعة. نعم، اتصال أخير له. أنوار صباح، أنوار صباح الديوانية، حياك الله يا أنوار. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام عليكم يا أنوار، بارك الله بكم ونور الله حياتكم. وحياتكم. الله يبارك فيكم. نعم. جاهزة للسؤال. نعم، جاهزة. يا أخت أنوار جاهزة للسؤال. يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بكم أختنا. السؤال. نعم. يقول يلا السؤال: من هم الذين نعتهم الإمام علي عليه السلام بالناكثين؟ أصحاب الجمل، الخوارج، أم أهل الشام؟ من هم الذين نعتهم الإمام علي عليه السلام بالناكثين؟ هل هم أصحاب الجمل، أم الخوارج، أم أهل الشام؟ وطي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف يا أنوار. أهل الشام. أهل الشام؟ أهل الشام. ما أعرف يأيدني حسين اللامي ولا لا؟ ممكن زين. مساعدة؟ يلا، راح أحذف لك أهل الشام. يبقى عندنا أصحاب الجمل والخوارج. يلا، وطي صوت التلفزيون يا أنوار. أصحاب الجمل. ثبتين؟
أثبت. يلا خلينا نشوف الجواب الصحيح. نعم، أصحاب الجمل هم الناكثين اللي نعتهم الإمام علي عليه السلام بهذا النعت. أحسنتي، ودخلت ويانا للقرعة يا أنوار من الديوانية. نعم مشاهدينا، طبعا أعتذر عن استقبال بقية الاتصالات لضيق الوقت وحتى نشر القرعة، ونشوف من اللي راح يفوز ويانا بهذه الحلقة حتى يدخل للقرعة الأسبوعية يوم الأربعاء القادم إن شاء الله ويا الميديم. حاضر يا حسين اللامي. فاطمة من بغداد هي اللي فازت ويانا بالقرعة اليومية، وإن شاء الله راح تدخلين ويانا يا فاطمة في القرعة الأسبوعية يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، حتى تنالين على جائزة البرنامج. بالتوفيق يا فاطمة. أحسنتي، شكرا لك يا علي معملتشي، وشكرا لكل فريق العمل في برنامج نوافذ الحياة على ما يقدموه حقيقة من خدمات وصورة جلية لحضراتكم مشاهدينا. إن شاء الله تعالى حتى ألقاكم إن شاء الله يوم غد. حقيقة يأسفني دائما عندما تخلص الحلقة والوقت يمر معاكم مرور الكرام، لكن هذا ما يسمح به الوقت المخصص لبرنامجنا الصباحي. شكرا لتفاعلكم، شكرا لاتصالاتكم، شكرا لمتابعتكم الحثيثة على برنامجنا الصباحي نوافذ الحياة، حتى ألقاكم إن شاء الله يوم غد في نفس الزمان والمكان. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في برنامج نوافذ الحياة. في أمان الله وحفظه.